اسلام، عايز اسالك ايه الفرق بين الزمالك النهارده وزمالك من كام يوم قدام البنك الاهلي؟ بص، خلينا نتفق كده ان في مشكله في الزمالك بتحصل، ومشكله كبيره جدا، ولكن في باترن واضح جدا بيحصل في الماتشات اللي فاتت كلها. نمط لعب، نمط لعب الراجل بيكرره الفتره اللي فاتت كلها. احنا عندنا كام حاله كده من ماتش البنك الاهلي ممكن نبص عليهم، وهنشوف كابتن احمد سامي عشان يتفادى الحاجات دي عمل ايه النهارده. اولا هنشوف الكره هنا، الكره عند حسام عبد المجيد، تمام. دونجا بدا ياخد الكوره، بص هنا شوف المساحه موجوده فين. هنا البنك الاهلي كان لما بيطلع يقابل من فوق بيقابل باربع لعيبه، فبالتالي انت بتحاول توجد اللعيبه اللي تستلم بين الخطوط، عشان انت هنا بتحاول تستفز البنك الاهلي عشان يطلع يضغط من مناطق اعلى. هنمشي الكوره عادي جدا. شوف هنا احمد حمدي لما اتحرك على الاقل جذب الراجل معاه. ماشي، ما الراجل ما جاش تاني، احمد حمدي بدا ينزل التاني كملوا شباب الكره على طول. بس انت في ده كله بتحاول تستفز الخصم. شفت بقى لما انت استفزيت البنك الاهلي ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل هنا؟ هنا عندك ممكن نقف عندك بين كل خط من الخطوط في لعيبه موجوده عندك. هنا بين خط الضغط الاولاني في ثلاث لعيبه، بين خط الضغط الثاني ناصر ماهر نزل. اما ناصر ماهر نزل جاب حد من اثنين سنتر باكات معاه، فبالتالي فتح المساحه لزيزو، وهنا عبد الله السعيد بدا يرفع عينه وعمل باص لزيزو. ممكن كامل عادي خالص. دي حاجة من الحاجات. طبعا يعني احنا عارفين ان الفترة اللي فاتت او جوميز الفترة اللي فاتت بيركز كتير جدا انه يعمل اوفرلود في التجميع في منطقة العمق في نص الملعب عشان يفضي طرف من الاطراف ويبدا يخترق من خلاله. هنا هنبص ماشي الكرة عادي، عبد الله سعيد لما جه هنا عشان ياخد جاب الراجل معاه، احمد حمدي بدا يبص على المساحة اللي هو المفروض يستلم فيها. تمام؟ بين الخطوط عندك دايما في لعيبة موجودة، زيزو الناحية التانية، اسمه ايه سامسون، وهنا ناصر ماهر، احمد حمدي. هنا ناصر ماهر لما بدا يتحرك سحب الراجل معاه، وهنا اتحرك وراه احمد حمدي عشان يفضي المساحه اللي برده جوميز بيدور عليها. ممكن نكمل عادي جدا. هنا انت مليت الخمس ممرات اللي انت مفروض تهاجمهم، احمد فتوح كمل. فانت ده اللي حصل يوم ماتش البنك الاهلي، ان انت كل كوره من الكرات كنت بتحاول تستدعي الضغط بتاع البنك الاهلي لمناطق اعلى عشان تعمل خلخله بين خطوط الدفاع بتاعته. هنا احمد حمدي نازل، ليه احمد حمدي نازل؟ عشان برضو يفضي. بس ستوب، شوف هنا بعد بين الخطين اربع لعيبه من الزمالك متمركزين بشكل كويس جدا، وفي نفس الوقت سامسون مش بيحاول ينزل. ليه سامسون مش بيحاول ينزل؟ عشان يخلي الاثنين سنتر باكات واقفين مشغولين معاه، ويدوا الحريه للناس دي ان هي تستلم براحتها. كمل الكره عادي جدا. هنا زيزو هيروح، كمل خالص. ممكن نجري عادي جدا يعني. زيزو راح عشان يطلب كورته في الوقت اللي زيزو سحب معاه الراجل. هنشوف ان دونجا بيفضل الناحيه الثانيه. انت هنا قدرت تفضي عشان قدرت تستدعي الضغط الفردي. وريني بقى سموحه بسرعه عشان ممكن بقى نروح الاول حالات سموحه عادي. اللي حصل بقى في مباراه سموحه عشان الوقت بيجري مننا جدا. بس شوف بقى هنا، انت هنا بتحاول تستدعي الضغط الفردي بتاع لعيبه سموحه عشان يطلعوا، فانت هنا تفضي الاماكن. ولكن النهارده الصراحه كابتن احمد سامي كان محفظ كل لعيب بتاعه الزون، يعني كل لعيب كان بيدافع عن زون معين، محدش بيحاول يستغل من قبل لعيب الزمالك. لحد دلوقتي بيبقى حسام حسن الفيرود بالظبط. حسام حسن محدش بيحاول يطلع بره الزون اللي هنا. شوف كلها دي محاولات لتدوير اللعب عشان الزمالك يفضي طرف من الاطراف او يخترق من العمق. مفيش هنا، كل لعيب بيطلع، مفيش حد بيطلع، حتى لعيبه العمق. بص هنا مفيش، الراجل هنا حتى الراجل الافريقي هنا بيحاول يطلع الكره، ناصر ماهر نزل، الراجل طلع وراه، حد تاني بيقفل. كل كومباكت النهارده قفل على كل على الزمالك مفاتيح اللعب، وقفل قصه ان انت تحاول دايما تخترق من قصه بين الخطوط دي. شوف هنا نفس القصه، انا عايزك تبص على لعيبه نص الملعب. بص هنا لعيبه نص الملعب مفيش حاول تحاول يتحرك لفوق ابدا. هنا عمرو قلاب بيضغط، بيحاول يضغط. شوف حتى طريقه الضغط فيها ذكاء كبير جدا من لعيبه سموحه، بيوجه نفسه الضغط على اللعيبه بتاع الزمالك انها تنزل تاني لنص ملعبها. هنا ابراهيم انضاي طلعت كوره عادي جدا، الزمالك برده بيحاول يخترق، مفيش. عبد الله سعيد استلم. شوف برده اللعيبه اللي في العمق، شوف ده ما حاولش يطلع خالص غير لما الراجل نزل هنا. راحت الكوره لشحاته، انت بتحاول تخترق من الاطراف، بيكون خلاص خنقت الاوبشنات بتاعت الزمالك، فخليت الاوبشنات قليله جدا. نكتفي بهذا القدر يا اسلام، لان الفاصل مهم جدا كمان. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع خليفه واسلام. خليكم معنا.